صباح الخير عليكم اخوتي العزاز، صباح النور، صباح الورده، صباح الياسمين، صباح الزبده وصباح الكوفيتير. تصبحوا تربحوا يا احلى متابعين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس تزاد عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطيوني اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي العزاز، نهاركم مبروك اخوتي العزاز. غندوز اخوتي لهاد الناس اللي قالك دايرين شكايه بسعاد قضيه التجاره في البشر، شدو قالك المقاطع عليها كتهضر على فاطمه الزهراء، وانا يدير باغي نديرو بها شكايه مضاده كما الشكايه اللي مديوره بالسريعه ديالهم. الكوليغ بني كوليغ تركت الماعز ما غيرتاحو ما يخلوني نرتاحو اخوتي. سعاد واش بينات البنت عريانه؟ سعاد واش تاجرت بنت بينات في السوشيال ميديا؟ الكوليغ ملي كان بوكريشة ديالكم كيجلس حدا فاطمة الزهراء وكيقول لك كلاشي الام ديالك وضربي في الام ديالك، ما هضرتوش ديك الساعه، ما قلتوش لي لا بوكريشة التجار في البشر. ها البدويه ديالكم لدى النهار وما طال، ولادي في الحبس، ولادي في الحبس، ولاد ولادي ما عندي ما نوكلهم، ما هضرتوش على هذه، قلتوا لا ما كاين التجار في البشر. وسعاد غير خرجت في الفيديو قالت حق راه بنتي خرجت لا كتاجر بنتها الا هادي، وكاين الاغراءات، كاين الاغراءات فاطمه الزهراء يسرى زعما الروايح شاريه الكادوات لاختي ودوك الاغراءات داكشي باش يجروا البنت عندهم. دابا خاصهم عاوتاني يحوطوا على سعاد، خاصهم يجبدوا المشاكل مع سعاد باش يخدموا باي طريقه. وقال لك شي السريعه ديالكم هابطه هابطه قضيه التجاره في البشر، باغي باي طريقه باش سعاد تقول لهم التنازلات زعما انت راه عندك التجاره في البشر. وسعاد رمها رفق كبير مع انك تسد واحد الشخص كتصور به، واحد الطفل انت كتصور به ماشي ولدك، ولا تكون انت الوالد ديالو كتصور به. سعاد راهي المسؤولة عليها قانونيا، من حقها عادي تدوي عليها وعادي تفرح الناس، واخا هاد القضية ديال انها تخرج وتقول ان راه اختها جات بنتها جات مبغيتهاش كاع تقولها ماش بيعرفوش كاع، وانما دابا خرجات ولكن راه عايشة مع الام ديالها. واش كاين شي واحد غادي يبغي المصلحة للبنت كثر من امها؟ والبنت ندمان على داكشي كامل وعايشه السعاده مع الام ديالها، ولكن هما خاصهم يخربقوا، عايشه في داك الحي فقير. لحنا على فين كبرنا؟ حنا خوتي كاملين فين كبرنا؟ كامل الحمد لله كبرنا في احياء، حنا كبرنا في العروبيه، وكاين اللي كبر في الاحياء الشعبيه ووصلوا منا ناس وتخرجوا منا ناس مناصب كبار. كي جاكم الاحياء الشعبيه لا سعاد باش كبرت هذوك ربعه الوليدات 18 عام هادي؟ دابا عاد توريو نتوما باش كبر، باش كبرات يسرى وباش كبرات بوكريشه تا هو حسبو الترابيه كانت مربيه باش كبرات شنيتيكا. احياء الشعبي كتعيبوا عليها، واللي شافكم نتوما لقاكم ساكن عارف شي قوادس ولا شي غيران وكتعيبوا على سعاد، لقاو الخمله عندكم في الحيوط وما عاد فين عايشين في الزبل وتعيبوا على لكم سعاد. لا البنت خاصها تعيش هادي، لا هادي البنت غتعيش مع ما على قد النيفو ديالو. سعاد راه ماشي وزيره ولا سعاد خدامه شاده شي منصب كبير، سعاد هي خدامه على قد الحال، تايا راه غير المواقع ديال اليوتيوب مره مره وخدامه كتناقش الناس مره مره. كانوا الكليه راه خدامه، كان شي مناسبه راه خدامه، ما كانش شي مناسبه سعاد راه جالسه، تايا بحالها بحال الناس، هي راه بنت الشعب، راه ماشي سعاد كتحو على الفلوس من الشتا باش توفر لهاد الاولاد الرفاهيه وكاع داكشي اللي بغاو، راه مايمكنش، راه كل واحد كيتمشى على قد جهدو. اي تكسيهم تهلا فيهم داكشي المستطاع اللي عنده، ما تكلفيش سعاد على راسك وما تسمعيش لهاد القنوات وما ديريش بهاد القنوات، ماشي انا غنسمع القنوات غيتحكموا فيا كيفاش انا نربي ولدي. راه كل واحد مسؤول على التربيه ديال ولادو، نتوما ديو في راسكم وفي ولادكم. اما سعاد قاده بالمسؤوليه ديال فاطمه الزهراء وقاده بادم وامين بلا ما تقدروا على الترهيب النفسي، لا ما قاداش عليهم لا، وديو الاغراءات للبنت، سيري بدلي داك الحي ما تسوق شغلكم فيها. سعاد بغات تكون براكه هي وبناتها، وشغل شغلكم خلصوا لها شريو لها الدار، العيب والعار ما تحولتش، ولكن نتوما لا خاصكم تشدوا ديك الام ونضغطوا على ديك الام ونخدموا بسعاد. خاصنا مازال نزيدوا نضغطوا على سعاد ونخدموا بها باي طريقه باي وجه كان، نخدموا عباد الام. سعاد دار الطوموبيل خاصك ديري الرونج، ما درتيش الطوموبيل. سعاد دات الدار خاصك ديري الفيلا، درتي الفيلا خاصك ديري القصر باش هاد الولاد يكون على خاطرهم ويبقاو معاك، سينو غيمشيو عند باهم. ولا راه ماشي هذه التربيه، الولاد خاصنا نربيهم على الاحترام، يقراو يديروا مستقبلهم، يعرفوا بقيمه الفلوس ملي كيجيو. وانتم باش كتربي ولادكم اللي كتضلوا معلقين في اللايفات وتعايروا في سعاد؟ سعاد حنا كنشوفوها 12 الليل ماكسيموم كتسد اللايفات ديالها كنعسل مع وليداتها، وانتم واش من تربيه كتربيو؟ انتم من المثال الامهات المغربيات اللي كتضلوا معلقين في المنصات حتى 4 الصباح 5 الصباح،
اش من تربيه غتقدر تفيقي انت في الصباح توجدي لولادك المدرسه وتوجدي لهم الفطور الصباح وتخرجي من الترونسبور، غتقدري ديري هادشي. نتوما كتقولوا شي حوايج اللي ما كديروهمش، نتوما ما كتطبقوهمش دابا في حياتكم وباغي نسرعه تطبقهم. شي حاجه هو التناقض والنفاق، شي واحد ما كيديرش هو في حياته وباغي الاخرين يديروا، صح بغا يفرضها على الاخرين. ايوا نعرفكم كابابل، ما تبقاوش معلقين في المنصات سعاد 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 حتى 4 الصباح. سعاد ديري سعاد قري سعاد ديري سعاد، راه ماشي من 10 سعاد، راه ماشي البنك الدولي سعاد تاير. الله يكون في العون، غاده بالمستطاع ديالها. احنا كاع ولاد الشعب وراء الاغلبيه ضربوا العدس وضربوا اللوبيا وضربوا الحمص وشاد المناصب كبار، لا هي جات بالماكله على سعاد غتبدلها وغتبدلها الحي. راه صافي البنت غتقرا، البنت اللي كيقرا كيقرا واللي مربي مربي من عند الله سبحانه وتعالى. هادشي واش كيزيدو خوتي، هادشي كيبغاو باغن هادي يديروها زعما كل الاولاد خاصهم اما تسكنهم هنا وتهلاو فيهم ولا هادي ولا ما يقراوش. هادشي الفكره اللي باغين يوصلوا لينا هاد الناس هادو، لو هما اللي بديك رعايه ديك الباترونه ديال السريعه ديالهم اللي خارجه البحر كتقول لك حلم بيا بوكريشه، حلم بيا بوكريشه، وبوكريشه عمرو ما غيحلم بك. الحلم ديالك انه يحلم بك بوكريشه هي السريعه المجرمه، وانت عارفه كيحب لالك سعاد، فهمتي؟ كيحماق عليك وياكل على الجوان. وفاطمه الزهراء اللي قلتي السعاد اللي نضربك بكرشك، سبحان الله ربي كبير، قلتي لها ناموسه غنضربك بكرشك، ما عمرك ما تشوفي بناتك، نساي بناتك، انا الام البديله. لدرجه ولاو كيقول لك ماما شي ايامات، ماما ماما السريعه، وكينساو كيقول لك السريعه. سبحان الله ربي كبير، ها وحده مشات تزوجات سهل على الله، وحده رجعت عند الام ديالها تليتي بحال الكلبه، بحال الكلبه تليتي السريعه الشيطان الاولى، ها الرجل الحبس وانت عايشه التشرد. انتوما اللي كتقولوا لسعاد وفري السكن وفري هذه والسريعه ديالكم موفره، هادشي زنوبه. هضروا لديك الطفله زنوبه اللي معديه على السريعه وكتاجر بها وكتصورها، ما كتهضروش عليها. سعاد عاد تكلمات على بنتها تاجرات بها دار بها شكايه، وانتوما السريعه اللي كتضل نهار ما طاليه تصور بزنوبه وكتاجر بها وكتسعق كتسعق، ما عنديش قيمه لي كوش وما عنديش هذه، وطاحت لي زنوبه وتزومي عليها وتصور في ديك البنت لدرجه تصورت عيانه زنوبه. ما شفتوش نتوما هذه القضيه؟ ما شفتوش ملي كانت صورت بنت سعاد؟ بالكم على سعاد دابا كتاجر، يا ربعة المنافقين، يا ربعة المنافقين فين غدير وجهكم؟ اللي حقر على شي واحد كيبقى حاقر عليه. السريعة ديالكم منين جات اللي كتقول على سعاد وفري السكن؟ ياك السريعة ديالكم كانت جات عام من الشوارع، كانت عام متشردة، وتحية للناس اللي كيعيشوا في الشوارع ما عندهمش الله يجيب ليهم. هاد الشمكارة هادي فين كانت ديال السريعة ديالكم الهاربة؟ كانت هي في الجرويق. او تقولوا سعاد وفري، سعاد بالعكس خدامه بدراعه وموفره لوليداتها الحلال، الحلال يا رسول الله. سعاد ما كتفسد ما كتعاطى الخمر ما حتى شي حاجه، سعاد خدامه خدمتها ما هي بدوك الوليدات، الله يكون معاها ربي يدير لها البركه اللي كانت مربيه بوكريشه وشنيتيكا وربعه ديال الاولاد، هازه المسؤوليه ودارت دويرتها ودارت طوموبيلتها الحمد لله ومقريه ولادها في البريفي. وكثر من هذا الشيء اشنو بغيتو؟ اكثر من هذا الشيء الناس راه اللي كيقرا في البريفي راه عشكون وشكون اللي كيقرا في البريفي؟ والدي كيقدروا يخلصوا لي دوك المصاريف، وحنا عارف الكتب وكلشي غالي، وزيد السوايع وزيد هادي وزيد هادي. لا سعاد ني كتجيب هاد الفلوس كيعطيهم لها نتوما، حتى اليوتيوب راه ما خداماش فيه سعاد. يعني ما تنوضوش تفرضوا على واحد الام شي حاجه اللي ما كايناش في الاستطاعه ديالها. وتحيه لبعض المتابعين اللي متبعنا وكينصحوا سعاد مداخلتك، ولكن كيزيدوا يوركوا لا خاصك سعاد ديري لا. شوف راه كل واحد كيمشي على قد جهده، راه ما يمكنش حنا غنقولوا لسعاد لا وفري وفري هذه 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 وسعاد ماشي بالجهد ديالها. راه ما يمكنش غنوض انا ننصح بعض الناس كيكتبوا لي لا نصح سعاد لي. اي نصح تبعد بنتها، نصح ترد البال لبنتها وتعطيها الحب والحنان وداك الشيء، ولكن انا ما نقدرش نقول لها سعاد دوزي لبنتك البيمي ولا سعاد ديري هذه وسعاد ديري هذه، شي حوايج اللي ما تقدرش عليهم هي، فهمت ولا لا؟ يكلف الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، شي حاجه ماشي في المستطاع ديالها ما غاديش ديرها، فهمتوني؟ الزبالات والمخير في حميركم سرجور، لا تقصروش من جهه سعاد. سعاد بنت هذيك، بنت هذيك وولاد اللي باقين معاها، ودير اللي بغات ما شغلكمش. شوفوا الشكايه اللي ضد السريعه ديالكم وضد بوكريشه ديال التجار في البشر اللي باغين بالعالي مسكينه سعاد يقجوهم لهاد القضيه، بس سعاد تقدر دير لهم تنازلات غنتنازلوك سبحان يدعو سعاد على بنتها، فهمت سطة؟ فهمت سطة؟ وكاتب من شي عناوين هروب فاطمة الزهراء، هربت على ما ودابا تهرب على الناموسة وهذه، ولاش دخلتيها وخرجتيها؟ وكيضربوا في المؤسسة ديال الدولة في المركز، اشنو استفدت من هذا المركز؟ كنتو معاه واستفدت ولا ما استفدتش؟ اشنو استفدت هذه البنت؟ خرجتي عليها علاش دخلتيها تما بحال البنت كانت في السجن؟ البنت راه كانت عند ناس تما في الأمن والأمان.
البنت تبعوا معاها باش ترجع للحاله ديالها الطبيعيه. هادشي اللي كاين، بقاو تنبحوا تما الزبالات. المهم اخوتي العزاز، هذا هو فيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي لكم المهمات ديالي.